감사합니다. هذا اليوم يوم آخر يسجل من أيام العز والكرامة. أرى رجال آمنوا بالله وبالوطن بالقضية المقدسة لتحرير بلادنا. أرى رجال فعلا، وأهنيهم على إنهاء كل دوراتهم بكل امتياز واقتدار ورغبة وشجاعة لأجل المساهمة الفعالة في تحرير ما تبقى من عاصمتنا الحبيبة وربوع ليبيا بالكامل. هاي الرجال، ولابد أن نطلق عليكم هذه الكلمة، حقيقة تستحقونها. التحقتم بميدان الشرف والعز في وقت كان الكثير هاربين.